امك ماليه البيت بصورك. اوف، ايش لهلا اللي محل بحياه نجات؟ نجات ما نسيتك ابدا، بس انت ابتعدت وقسيت عليها. مزبوط، انا اللي قسيت عليها، مشان هذا السبب بالذات مالي قدران روح شوفها حتى. بس نجات بحاجه الك، خاصه بعد ما مات اخوك سعد. موت اخوك سعد هز نجات من جوا كتير. يطلب منك طلب واحد بس، انك تدير بالك على نجات كتير منيح. في اشياء بحياه المراه ما بيقدر الرجل يعوضها، خاصه اذا غابت عنها، وعلاقه المراه مع اولادها علاقه خاصه ما بيقدر اي رجل يحل محلها او يغيرها. احيانا للحظات يعني بفكر انه نجات استعاضت عنا فيك. انتو لسات تكون اولياء امرك، من يوم ما تزوجنا ونجات ما ضل اليوم الا ما تسال عنك، تفكر فيك وين اراضيك. بس انت قسيت عليها وابتعدت كتير عنها. مزبوط، انا انقطعت عن امي فجأة، بس هي هيك الحياة، لازم بعد عن بعضنا البعض لكل واحد يكتشف شغلات جديدة بحياته، شغلات جديدة حواليه. امك من كتر الاسى ما ضل محل بقلبها لاسى جديد، واذا بك تدخل حياتها لازم تكون متأكد انه ما تسبب لها جرح، وانك فيك تساعدها وتكون لجنبها. المشكلة انه انا مالي متأكد من هذا الشيء اللي عم تحكيه انت. اذا مانك متأكد يفضل تضلك بعيد لحتى تتأكد. معلي اسألك سؤال، نجات امي شو بتحكي لك عني؟ نجات اغلب الوقت بتحكي عن طفولتك انت واخوك سعد، كيف ابوكن ترككن شقفتين لحم عندها، ربتكن وكبرتكن وساوتكن شباب. وبتبكي هالايام؟ صايره عم تبكي كتير، خاصة بس تتذكر اخوك سعد. عم حاول كون لجنبها، خفف عنا وعن همومها. نجات مو بس مرتي، نجات رفيقتي، عم حاول كون الصدر الحنون اللي بتفرغ عليه احزانها. تعرف شغلة هشام، بالحياة تعمل كتير شغلات بتزعل عليها، بتصير حواليك شغلات كمان بتزعل عليها، بس اكتر شغلة انا بزعل منها بتعرف شو هي؟ اني انا ما قدرت افهمك جد، ما قدرت افهمك من قريب. انت ما لازم تزعل من حالك، تقاليد المجتمع اللي احنا فيه تظهر هذا الرجل اللي بيتزوج الام انه بيخطفها من ولادها وبيظلمهم. انت لساتك صغير ولسه ما لحقت تبني افكارك الخاصة ومعتقداتك، حكمت علي من خلال افكار المجتمع. يمكن، بقصد يمكن كلامك صح، بس مو هذا المهم. الكتير مهم انك تدير بالك على نجات. رح دير بالي عليها، ورح استنى اللحظة اللي كمان انت تدير بالك عليها. ان شاء الله.